توقف المشاريع والتأخر في إنجازها أفرزتها ممارسات احتيالية لم يحترم فيها أصحابها القواعد والشروط القانونية خلال إبرام الصفقات العمومية، فكانت النتيجة ثقيلة دفعت ضريبتها الخزينة العمومية. عادة ما تكون سوء النية، لأنه أنا نعطيك أمثلة غير لا ميزون كونكورونس، يعني غير في الآخر الإنجاز لي زابيل دوفر يديروها في صحف ما تتقرا غير مقروءه غير مقروءه، يتليفونيو لصحابهم يجيو غير صحابهم، والخاسر الوحيد هي خزينه الدوله، سي نورمال خزينه الدوله وتاخر المشاريع، وهذا كل عواقب واخي معلم من ترجع للمواطن الجزائري. كثرة المنازعات القضائية في مجال الأشغال العمومية وضعت قضاة الحكم على مستوى المحاكم ومجالس الدولة أمام الأمر الواقع للتصدي لملفات شائكة غالباً ما يجدون صعوبة في الفصل فيها أمام اجتهاد قضائي يحفظ المصلحة العامة. احنا طرحت أمامنا نزاعات وين يجي متعامل اقتصادي يرفع قضية استعجالية يقول لك البلدية الفلانية راهي ما احترمتش قواعد التنافس على الصفقة وما احترمتش قواعد القانون الصفقات وراح تنطلق في إمضاء الصفقة هذا الأسبوع، نطلب من القضاء الاستعجالي يوقف الإمضاء حتى ندرس القضية في الموضوع. اللجوء إلى الاحتيال والتدليس وممارسة الضغوطات للظفر بمشروع ما وجه من أوجه الفساد الذي أعلنت السلطات الجزائرية التصدي له، والبداية كانت بوضع حلول بين الجهات القضائية والإدارية لتحديد المسؤوليات في تطوير النظام القانوني يحتكم إليه في نضج المشاريع بما يحفظ المال والمصلحة العامة للبلاد.